فيديو تاع اليوم الشمس بسرعة. الفيديو تاع اليوم راح يكون من عروس الزيدان، مدينة التمور، مدينة دقلة نور. تشبد الحبة تاع التمر يبقى العظم لاصق في العرجون. اليوم راح نشوفه معنا بسرعة. وينك رايح خويا؟ عندك دراهم؟ كاين عندي. هيا اركب. هنا من مدينة بوسعادة تبدأ الرحلة تاعنا تاع اليوم. إن شاء الله. يزيد و جيلاني وهران. يزيد من بويرة وجيلاني من وهران جايين باش نتلاقاو في مدينة التمور. نتلاقاو اليوم. بريق تاع لاتاي. واحد داير مخدة، واحد ساكادو، طاس من هي؟ ذا منك ذا من هيك. اجمع ما تخافوش ربي. هذا المسجد اللي كنا فيه، رانا خارجين، كنا في هذا هنا في بسكرة، بلدية شت ما يقولوا لها، شوية خارج على بسكرة. باش لحقنا لهنا كنا نحوسوا على مسجد سيدي عقبة، مسجد تاريخي هنا في بسكرة. كنا حابين نشوفوه، تبعنا الجي بي اس. حبيت نعطيكم نصيحة برك، جامي تبع الجي بي اس في حياتك. شوف كش واحد اللي يعرف هنا في البسكرة ويديك تحوس بخير، زعما يدير على الجي بي اس. تدينا حتى المسجد عقبة. المسجد عقبة بنت. انت لا لا انت لا 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 انا اسمع انت رانا شفنا وين جبنا. هو شوف شوف لا 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 مساجد مساجد اصلا تشوف شوف المساجد فيهم الاجر كاع كيف اجر الصلاة. بصح انا كنت حاب نروح المسجد التاريخي نصلي فيه تبقى لي ذكرى. ها سفيان ها سفيان لقيناه متلبس لهنا. السلام عليكم. شغل ولاد بلادي لحقوا حيي لي الهيدوره حيي لي الهيدوره. السلام عليكم. انا لحقنا لهنا البشره الحمراء رانا نلفتوا في الباكاج تاعنا. غنبداو يجيو ليكيب. غنبدا لهنا. لي ساكادو هابطين لتحت. بعد ما دخلنا المخيم راكم تعرفوا الروتين كيفاه داير. قطع الحطب اشعل النار طيب العشاء وجد البلايص تاع لي طونت. شوفوا معنا صار كيف هذا. كاين الليل ولا ما كاينش؟ اوا يكفي مع هذا يكفي يكفي. لا ما كيفاش نروحوا لاوكرانيا نزيد نجيو لاوكرانا جيبها شعله ديرك. فوالا سيداتي هكا رانا نوجدو في وجبة العشاء. هذا لي سكالوب قطعنا دي طرونش والبيض والفرماج والملح. سي سامبل هذه ريسيت اي واحد يقدر يديرها. نديرو المقلاة نديروها هنا. هكا ها هو الروز يطيب. كاين فيه شويه خش سيدتي بصح سي نورمال كيف الغدا ما كاينش في الكوزينه تاعك.
تحملي سكالوب تاعك سيداتي. قلت له هاي بالمقلع يا با اوسي سامبل كو سا، شنو جاب لي ربي بزاف سيداتي. لا لا جاب لي ربي كثرنا سكالوب في المقلع، جاب لي كثرنا صاحبي. السلام عليكم، جيت ها سيدكم. اصبر 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 لا لا جاتين بعد زيدي لهم حليب تاع بيض. ديري داك الدخنة فيها والو سيدي، نورمال عادي. هذا شاف يزيد او مون فوت سميرتي دير راه يا الله عمي. ضيفي لهم 4 حبات تاع فرماج بهذه الطريقة. لا بهذه الطريقة، هذه هي الطريقة الصحيحة اللي تزيدي بها الفرماج سيداتي. هذه وجبة اقتصادية، سكالوب اقتصادية وصحية. هي سكالوب تقول غدوة تشوف الوجبة الاقتصادية، مقارون الزهري ولا ما يغلي. وجبة اقتصادية يحبوها الدراري. حبوا الدراري راني معاك، بصح وجبة اقتصادية هذه ماهيش وجبة اقتصادية. الأخيرة التي تشوفي فيها سيداتي اسمو البلاد كامونبير. ديري 3 حبات ولا حسب الميزانية تاعك. شحال راكو في الدار؟ شحال راكو في الدار؟ كيما حنا رانا 3 ديرو 3 كل واحد حقو في البلاد. ها فوالا خرج كل مرسيدس نخرجوها مرسيدس. ها فوالا صلاة النبي. سيدتي كملنا السهرة تاعنا بالعدودتي وبدينا نوجدوا في رواحنا باش ننطلقوا من غد هذاك المغامرة تاع الدرس الحمراء. هيا لي موش خالص ما لا رير لا موش خالص تا اخويا. فوالا كرهنا بدينا الروندوني تاعنا، رانا رايحين لواحد المكان يقولوا له الضرسه. نجي حدا الباب. ايه عامل لي كيف القدام. راه مازلنا نمشيو. هاي الضرسه اللي هي تستنى فينا بدا تبان تبان قرب. هاي بدا تبان شويه قريب.
عندنا 2 مينيت من بين الرونطوني تاعنا بصح البروبليم اللي كاين سخان سخان وصباح كي خرجنا من ديطونت كان شويه البرد شغل تغلطك ما تعرفش واش تلبس واش راح نبدل نلبس دو ديمونش من بعد لبس تريكو هذا شويه خشين ولا فيست دونك راني نمشي شويه ديفيسيل شويه سخان ماشي تاع حاجة مليحة كتب الدور في الجزائر كل ما تروح لبلاصة جديدة تشوف بيزاج جديد تحس بروحك راك في بلاد أخرى كل بلاصة عندها الطبيعة تاعها وعندها هنا رانا في وسط الواد دخلنا في وسط الواد فاصل ونواصل جبنا عليها بال في وسط الكاف هذا ولا واد شغل باين بلي واد ناشف واحد لا ناتور ما شاء الله تروبوزي مورا مو تروبوزي يعني باش مارش جماعة لا مارش ما غنيح لا مارش هي الميور سبور باسكو هي 200 متر شوف راني نسيل شوف راني نسيل باش تعرفوا برك الباركور هذا اللي رانا نديرو فيه في واحد 20 كيلومتر كلش بالك واحد 10 الي و 10 روتور 10 زيد 10 زيد بصح مليح باركور هاي جبني هذا الحجر تاع الواد هادو البلايص كاع قبل كان باين بلي كان يمشي فيهم الماء باك بسكرم مسميه بعروس الزيبان ولا اللي ما يعرفش واش معناتها الزيبان هو روافد الانهار يعني الانهار كاع كانوا يهبطوا من كل جويه ويصبوا هنا لا بريف هاي لي طراس تاعهم كيفاش راهم دايرين وكيفاش دونك هذه هي تمتعوا بالمناظر هذه وهنا كل يوم بارطاجيوها الماء والو نشاف الله غنشاف يا البرصا وما درتي فينا أعزائي المشاهدين رسميا هذه هي البرصا وها واحد يضربها من فوق
هذه هي ضرسة الحمراء. شوف هذوك الزوج وراهم قاعدين فوق. هذا ريسك اللي يقول لي الريسك هذا هو الريسك. سبحان الله. بعد ما غلطنا كملنا مع واحد الواد ديريكت رانا في الضرسة الحمراء ومنا هاي الطريق. هذه الطريق واللي هي في وسطها ذوك زوج جبال القنطرة. جيلي جيلي سامحني ولا لا؟ والو والو اسمح لي والو والو خويا والله شوف جبتو من وهران مسكين وسمحت فيه في وسط الواد اللي والله في وسط الواد والله درت المود كات كات درت المود كات كات ما جبتش انا متسامح نسيبو وما بيناتنا والو صايب رانا في طريق العودة شاو شنو هنا درك ما رجعناش على هذوك ما رجعناش على الواد اللي جينا معاه قبيل رانا نمشيو هكا هبطنا طول باش نخرجوا في الطريق اللي من بعد ما الطريق نشوفوا كيفاش نديروا ستوب ولا نديروا كيفاش حاجه باش نرجعوا للكامبينغ تاعنا. شوف شحال رانا مشينا دوكا مشينا هذه مازالت بعيده علينا الطريق شوي كمل كونتيني مارشي مارشي. شوف الواد كيفاه منشف جفاف. هذه بسكرة اللي معروفة بالماء. شوف هذه هي تاع ما يبقى في الواد غير حجارو. هنا انتهت رحلتنا الى الضرسة الحمراء. خلاص هنا رانا خرجنا على الطريق نورمال. شوفوا نصوركم المشية العادية كيما الناس مكاش الحجر سي بون. هنا المشية رجعت ساهلة خاطر وين كنا نمشيو لهيه البلايص كان ماشي فيهم الواد وفي الحجر هذاك تاع الواد كبير التراب هذاك يزلق ولا مش تراب اللي يزلق كاين حجر كبير هذاك الصم تقدر تعفس عليه دور لك لاشو في ولا سما ماشي صعيبه بزاف بصح هنا لابس هنا خلاص رانا كملنا. هذه كانت رحلتنا الى الضرسة الحمراء في مدينه بسكرة. نرجعنا للطريق للطريق من هي للطريق نونو تدينا جات نونو نونو دينا اركب ايه دينا لدار ناصي روح الله رحنا تيني هب انا خرجنا اني مع سي مراد انا في بيك اب يدونا يدونا المخيم ونكون زيد هنا خلاص دراهم لك تقدر ترفد دوزانك تروح البريق تاع لاتاي راه رايح كلش رايح باي باي يا زيد شوفك على خير ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك يعطيك الصحه ملاقات خير.